واحد الطريق هذه شحال ديال الارواح صدات، والطريق فيها الماء وخطر، عدد ديال الناس الطريق ساتو ساع وتولي دوب الفوا، فهمتيني؟ ولا ضولة حتى حاجة، يعني هذا الشيء راه منكر. هذا الطريق هذه خطر على المجتمع، على العباد، طريق الموت. هذه نقطة سوداء في فاس. المسؤولين خصهم يفيقوا شويش يتقعدوا يخدموا على البلاد. راه بزاف هذا النفاق وهذه الشفارة وهذه الخطفة هذه اللي راه دايرة في البلاد، هذا الشيء راه بزاف. خويا راه ديما تنعود من هنا حتى في مساني، حتى جيت نمشي نجيب السلعة وكذا. اخويا راه كاملة حفاري وما تيصوبوا لناش هاد الشيء هذا، وتيبقاو على بنادم دابا نصوبوا دابا نصوبوا، ما تي فين هما التنمية اللي دايرين في هاد البلاد هادو؟ راه عملوها اخويا دفاس، ما اخويا تيتقلبوا تريبورتور اللي هي اي حاجة في مساني، يعني ما تيديروا لناش شي حاجة زعما اللي حتى الطريق اللي أهمية السلامة بنادم ما تيوفروها لناش. الطريق اخي هادي طريق الموت، هادي الطريق مكرفصة بزاف ومكرفصين علينا صحاب داك اللي تيقولوا لهم خطافين البلايص ديك الطاكسيات الحمر، ماشي دابا تخدموا بالكونتور او لا بشي حاجه، راهم تخدموا بالبلاصه راك عارف. والطاكسيات بويض حتى تجي تتعيا ما تحاول، تيكون كاميون سارجي الله يحسن العوان ما عندوش منين غادي يمشي. وهذه هي الطريق الرئيسيه، ما يمكنلوش يدخل على المدينه ولا يطلع على لافيل. هذه هي الطريق باش يخدموا صحاب الشاحنات الكاميونات والرموكات والكيران وكل شيء. تيجيو ديك صحاب الطونوبيلات هذوك عاوتاني تيبغيو يدخلوا واحد المصروف ولدهم واحد الطريقه باش يسرقوا البلايص، يقولوا كذا وديك الشيء، ولكن تيخرجوا في واحد العائله، ديك العائله تتكون عدد من الناس تيكونوا مسافرين برانيين ماشي من البلاد ماشي من هذيك، ما تيكونش عارف الطريق حتى تتصدق كارثه. سمعنا راه تتوسع وغادي تكبر، خصها توسع وتكبر وديك الشيء، واش فهمنا ولا لا؟ وعلى حساب هاد السكوس، هاد السكوس اللي فيها. ويسلان هي طريق مهمة تتربط بين جهة ديال سيس والجهة ديال المدينة وديال جنان الورد. هذيك الطريق فيها إشكاليات حقيقية، لأنه من جهة فيها واحد الزلزلة ديال الأرض تتسيخ، من جهة أخرى تما واحد العين تتأثر على الطريق، ومن جهة ثالثة داك الطريق الناس اللي تيدوزو من تما يتكثر، بحيث انه هذا الطريق والتي خصها اعاده الهيكله وفيها اشكاليات حقيقيه في السير. الحمد لله رب العالمين، بفضل تضافر مختلف الجهود ديال الفاعلين تم البرمجه ديالها وبدا العمل فيها. حنا بدينا من الجهه ديال كوطيف وغادي تدوز لسيدي ابراهيم، سيدي ابراهيم غادي تهبط على ويسلان ثم غادي تخرج حتى تخرج للطريق ديال باب مفتوح. الشطر الاول راه حنا بدينا فيه، في اشكاليات ديال مختلف الشبكات ديال الماء ديال الضوء ديال تطهير السائل هما تيتصاوبوا، ثم باش عاد تطلق الطريق الفوقانيه وغادي تبدا الشطر الثاني اللي هو اللي تيشكل المشكل ديال الانزلاقات والاشكاليات، واللي غتكون فيه من جهه الاحتياط ديال الطريق بداك السور الواقي من الجهه ديال الواد وبليغابيون من الجهه ديال الجبل، باش ان شاء الله تعالى تكون في المستوى ديال هذاك الحركيه ديال السير اللي تتكون فيها اليوم. تيمكننا ندوزو من لافيل للجهه الشرقيه لباب مفتوح عبر هذا الطريق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.